بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي متابعي قناة مينا سوفتلي البرمجة. فيديو جديد حول تنصيب مكونات الدب إكسبرس النسخة 14.2.2 على دلفي 7. إذا هذه النسخ من دب إكسبرس هي تعمل فقط على النسخ المتقدمة. حاولنا إيجاد نسخة تتوافق مع دلفي 7، قمنا بتنصيبها وسنريكم الطريقة. إذا تابعوا معنا هذا الفيديو. إذا أولا نقوم بتحميل الحزمة التي ستجدونها في صندوق الوصف على قناتنا في التليجرام. الروابط تجدونها هناك. إذا بعد تحميل الحزمة وتحميل DX Auto Installer هذا الخاص بتنصيب الحزمة، يعمل كومبايلينج وانستالينج لمكونات الحزمة على دلفي 7. إذا نقوم بفك الضغط على هذه الحزمة ونضعها في مسار تواجد الدلفي 7 اللي هو هنا السي بروجرام فايل بورنند، ونقوم بإنشاء مجلد آخر اسمه كومبوزون أو كومبوننت، ثم نضع الحزمة هنا. إذا لاحظوا الحزمة متكونة تقريبا من جميع اللايبراريز وجميع المكونات، فقط هناك بعض المكونات الغير مهمة طبعا سوف لن تنصب، وبالتالي سيكون هناك بعض الأخطاء في عملية التنصيب، ولكن جل هذه المكونات والتي يحتاجها المبرمج سوف تنصب على الدلفي 7. إذا نأخذ مسار الحزمة من هنا كوبي، ثم نقوم بتشغيل هذا الـ DX Auto Installer كمسؤول. إذا نحن هنا على ويندوز 11، الويندوز 11 يعني نصبنا عليه دلفي 7 كما ترى. إذا هنا invalid and compatible with argument هذا لا يهم، نقوم بفتح الـ DX Auto Installer. إذا ونقوم ب هنا في هذا الـ يعني في هذا الإيديت سنقوم بوضع المسار الخاص بالحزمة الذي قمنا بنسخه، نلصقه هنا ثم نضغط على select. إذا هنا سوف نجد، لاحظوا هنا البروزينج يوز ناتيف و كومبايلينج ويد وين 64 لايبراري لا تعمل لأن دلفي 7 لا يدعم هذه الخاصية. إذا هنا هذه الجوج كنترول لا لن تنصب، الماب كذلك لن تنصب، بي دي اف فيور كذلك لن ينصب، الاكسبرس اونتيتي ماي بينج فريم ورك كذلك لن تنصب، كذلك هنا الريتش ايديت كنترول لن تنصب، سبريد شيت لن تنصب، و سبريد شيت لن تنصب. ما تبقى سوف ينصبه أو سوف ينصبه الـ DX Auto Installer عادي جدا. إذا نبدأ عملية التنصيب، يقوم بـ Cleaning و Removing from Registry Package بالنسبة للدلفي، ثم يبدأ بعملية التنصيب على دلفي 7. إذا سنترككم مع عملية التنصيب. إذا سنتطرق إلى تسريع الفيديو مرة أو مرتين أثناء عملية التنصيب. إذا بدأ في عمل كومبايلينج
الملفات الخاصة بالبي بي ال والملفات الخاصة بالدي بي كي، يعني دلفي باكاج والبي بي ال. إذن هنا نضغط على Enter، قلنا أن هناك بعض الأخطاء في عملية التنسيق. إذن هنا نضغط على OK، كذلك هنا OK. إذن تمت عملية التنصيب، لاحظوا هنا يكتب لنا finished. إذن نضغط على close ثم على exit. الآن نذهب إلى الدلفي 7 ونقوم بفتح. إذن تم فتح الدلفي. نذهب إلى الباليت الخاصة بالمكونات، ونلاحظ أنه تم وضع تبويبات خاصة بمكونات الدف إكسبرس كما نلاحظ هنا، هنا تقريبا المكونات تقريبا كلها موجودة. إذا نأتي إلى الداف إكسبرس هنا. إذا ماذا سوف نفعل؟ نحن نضع هنا مكون الدي إكس كنترولر الخاص بسكينات، يعني بالتيمات أو التيمات الموجودة على مستوى الداف إكسبرس. لما نضغط عليه مرتين نلاحظ أن التيمات كلها موجودة هنا كما نلاحظ. ماذا سنفعل؟ نفعل select all. اوكي، ما نأتي الى هنا في خصائص المكون، native style نتركها الى false، و skin name نفتح ونضع اي skin تريدون. دعونا ناخذ مثلا dev express dark style، هذا اولا. ثم يجب علينا أن نقوم بوضع هنا على سطح المكتب ملف أو مجلد نسميه test dev express dev delphi set delphi 7. إذن نضغط مرتين هنا ثم نقول له dev 7 هذا النشر، ثم نضغط على سيف. إذا وهنا نقوم بعملية التنفيذ. إذا لاحظوا تطبيق سكين على دلفي 7 دون مشاكل. إذا وهنا نلاحظ في
داخل اليونت كل المكتبات الخاصة بالدلفي أو حزم الدي إكس أو داب إكسبرس. لاحظوا دي إكس دي إكس دي إكس كلها يعني مكونات. سنحاول مثلا نضع هذا المكون، عفوا مكون هذا مثلا دي إكس تايتل كنترول، مثلا هذا دي إكس تايتل كنترول مسؤول على إضافة بعض المكونات لعمل هنا بعض الأنيميشن داخل الدلفي داخل الفورم الخاصة بالدلفي. هنا يوجد بعض الخصائص التي يجب أن نقوم بعمل دروس عليها. هنا ستايل تكست 1 تكست 2 تكست 3 تكست 4، هنا يقوم بأنيميشن لبعض الواجهات. هنا مثلا الواجهة الأولى مثلا هنا الخاصة بالتكست الأول، الألاينمنت يمكنكم وضعه في أي مكان تشاءون، كذلك الألاينمنت الخاصة بالتكست، التكست فاليو والتكست كولر والفونت كذلك، والكولر الخاصة بالمربع هذا مثلا نضعه مثلا تكست هنا أسود. تكست وورك كذلك تعمل. هناك عدة خصائص داخل هذه المكونات. إذا ننفذ. إذا لاحظوا هذه المكونات التي نستطيع أن نعمل عليها مثل ويندوز 8 هكذا، مثل ويندوز 8 كذلك. هناك في الخصائص هنا يمكنكم أن تقوم بعملية فيكس لهذه المكونات، لا تجعلها تتحرك. الديزاين هنا في أريير بلون الخاص بالمكون هذا يمكنكم وضع صورة. خصائص ممتازة في الدف إكسبرس التي سأقوم بعمل إن شاء الله دروس خاصة بالدف إكسبرس. إذا هنا نذهب إلى فايل نيو أودرز، وهنا نجد بعض الخصائص. هنا دف إكسبرس ريبون، دف إكسبرس ريبون، إكسبرس ريبون، إكسبرس ويزار، ريبون. هنا نقوم بمثلا وضع هذا الفورم بروجكت نيو اوبرز نيو بروجكت. هنا نجد البروجكت الخاص ب ديف إكسبرس ريبون. أقول له يس يونيت تو كذلك. ثم مشروع آخر، مشروع آخر سوف يقوم بإنشائه. إذا هذا المشروع هو الخاص بريبون كما تلاحظون هنا، إضافة تبويبات تابس، نضيف تبويب ثاني، تبويب ثالث. وهنا داخل التبويب، داخل التبويب هنا، داخل التبويب كذلك هنا، داخل التبويب يمكننا إضافة جروب، جروب والتول بار كذلك، جروب والتول بار. داخل التول بار يمكننا إضافة باتن، نيو باتن، ويمكننا التحكم في يعني التحكم في خصائص النيو باتن هذا بوضع مثلا جليف
وضع صورة. إذا الأيكون لايبراري كذلك قام بتنصيبها، لاحظوا منذ 16، ولدينا مكونات رائعة أو صور رائعة. هنا مثلا نيو باتن نضيف هذه، و الألاينمنت الخاص به، باتن ستايل كذلك. هناك خصائص جميلة جدا في مكونات ديف اكسبريس، يمكنكم العمل عليه. فين ستايل هنا، ستايل كذلك يمكنكم كرييت ستايل، يمكنكم عمل كذلك بعض هنا اد، نقول له اد مثلا. نقوم ب مثلا إنشاء تيست 2 في هذا المشروع. إذا هو سيف، ثم سيف. هنا نقول له مثلا ماكسمايزد في الفورم، نقوم بتنفيذ المشروع على دلفي 7 بالنسبة للداب اكسبريس. اذا لاحظوا هذا الريبون الخاص ب دلفي 7. لاحظوا هنا يمكنكم العمل هنا، كذلك يمكنكم إضافة نيو أيتم وتغيير هذه ال تغيير هذه ال عفوا هذه الاختصارات. هنا ريسنت تقريبا يشبه الأوفيس كما تلاحظون، لأننا اخترنا الريبون الخاص بالأوفيس. هنا يمكنكم إضافة البطن، هذا يمكنكم تغيير خصائص وجعله يملأ هذا الكاستم إضافة. يمكنكم عمل تبويبات، يمكنكم هنا عمل مثلا داخل داخل هنا يمكننا حذف هذه ووضع وضع مثلا ديف اكسبريس اكس كنترول اد ريجولار ايتم اد ريجولار، ثم لارج، ثم هنا اد ريجولار ريجولار ايتم، الخروج هنا من هذه، ثم ريجولار كذلك، ثم لارج. يمكنكم العمل عليه كما تشاءون. إذا هنا لم نقم بتخصيص ستايل معين، بعد التنفيذ سنقوم بتخصيص ستايل معين. لاحظوا هنا لا يوجد ستايل بالنسبة لهذه ال هو الآن في الأوفيس 2013 وايت. إذا نقوم بتعليم على الكل، select all، أوكي، نأتي إلى هنا، لاحظوا، نضعه 7 متر، لاحظوا، يتغير بدون أن نقوم ب بدون أن نقوم بتغيير ال السكينة. إذا عند التنفيذ، إذا لاحظوا الفالنتاين ستايل فالنتاين، لاحظوا هنا
هذه المكونات كيف نقوم بتحويلها من مكان إلى مكان. هنا فورم واحد يمكنكم كتابة أي شيء تريد. إذا كان هذا فيديو حول كيفية تنصيب مكونات ديف إكسبرس نسخة 14.2.2 على دلفي 7. إذا تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.